الرجال ما بقاوش باغيين يخدموا، ماشي الرجال اللي ما بقاوش باغيين يخدموا، بزاف ديال الشباب كيدبعوا سيفيات وما كيلقاوش خدمه ولا ما كيتقبلوش. شحال من راجل مسكين باغي يخدم وما لقاش خدمه، ولكن البنت دغيا كتخدم دغيا كتقبل. علاش؟ حيت ملي كنخدموا الراجل وكنعطيوه وظيفه غادي يعطينا اسره جديده في المجتمع، وهذا الشيء اللي ما بغاوش. ولكن ملي كنخدموا المراه غادي يتم تاسيس ماركه جديده في المول. ملي كنخدموا الراجل وكنعطيوه وظيفه هذوك الفلوس غيصرفهم في الاساسيات، غادي يتزوج غيشري دار غيشري ارض غيشري مزرعه غيستثمر. ولكن ملي كنخدموا المراه هذوك الفلوس غادي تصرفهم في الكماليات غير الخاوي، حيت راسهم خاوي. غادي تاخذ طوموبيل جديده وماشي اي طوموبيل، غاتاخذ الرويح الذهب السيكان غير الخاوي. ملي كنخدموا الراجل كيولي عندنا نماء في المجتمع، ملي كنخدموا المراه كيولي عندنا نماء في الراسماليه. ملي كتخدم المراه كيوليو عندنا جوج مشاكل، راجل عاطل على العمل وواحده بايره بحالك غتبقى بلا زواج. اما ملي كنخدموا الراجل كيتحلوا جوج مشاكل، هذاك اللي عاطل على العمل كيخدم وكيتزوج وكيدير اسره، والبايره بحالك كنزوجوها. وهذا الشيء اللي ما بغاوك، بغاوكش تبقاي بايره باش تخرج للزنقه وتدبر على راسك. وداك الصرف اللي جمعتي راك عارف فين تخسري ودارو لك فين تخسري. ديك الساعه ملي تكبري غتلقاي راسك بلا اسره بلا راجل، وغادا ترجعي ساكت تقلبي، وغادا تلقاي فيه ريحه بقات فيها غير بس وتصب.